هذه الأنواع والتصنيفات قلنا مثل ما قلنا العود الطبيعي والعود المحسن والعود الصناعي. نبي نضرب مثال على الشخص شلون يقدر يشتري وشلون يقدر شخص، وهذا أهم سؤال. يا سلام، الغش في العود. الغش في العود، وكيف الشخص أنه يشتري يميز العود يميز ويعرف بين الجودات ويفرق بينهن. الرقم واحد قبل أي شيء النكهة أو الرائحة، نوع الرائحة. مثل ما ذكرنا أنه هذا مثلا له رائحة معينة وهذا له رائحة معينة، فالشخص يجرب يشم الرائحة، إذا الرائحة تناسبه نجي للخطوة رقم اثنين. الخطوة رقم اثنين وشو؟ أنه وزن الكسرة. جبنا مثال على هذا عود مروكي، هذه كسرة جودتها عالية وزنها أثقل، وهذه كسرة وزنها أخف فجودتها أقل. كل ما زاد وزن الكسرة للثقل أكثر فدليل على جودة العود أنها تصير أفضل. كثافة الدهن والزيت فيها أعلى فتستمر على بالتبخير مدة أطول. بعكس الأخف لا، مدة تبخيرها أقل وجودة أقل. وبإمكانكم تشوفوا هذا الفرق بين الثنتين. الوزن واضح، يمكن المشاهدين ما يشوفون لكن الفرق واضح حتى في اللون، حتى الشيء الثالث، النقطة الثالثة اللي بنشرحه اللون، الجمهور يشوف. طيب هل الزبد دليل على الجودة؟ بالعود الطبيعي دليل على الجودة وكثافة الدهن بالكسرة. عفوا استاذ سم، الان في تجي مثلا كسر عود يسمونه مخلوط او مصنع او كذا او صناعي، اي كويس، ونفس الفكرة يعني يطلع الزبد وكذا. بالضبط، هذا انا افرق يعني، انا الان كزبون ما افرق بينهم، ما جاني قال هذا طبيعي يعني شلون افرق؟ صح، وهذه بنجي النقطة انه وشلون الشخص يفرق بين العود الطبيعي والمحسن او الصناعي. بالغالب العود الطبيعي باشكالهم ما تكون موحده، اشكاله مختلفه، كسر عن كسر تفرق لانه اشجار طبيعيه. اما العود المحسن والصناعي بالغالب يكون في تشابه بين الكسر بالغالب. انه لو نضرب مثال بالعود المحسن والصناعي مثل هذا العود، هذا العود كسر متشابهه مقارب البعض، اللون والدرجة والرائحة نفس بعض. هذا المحسن. أما الصناعي فيكون شكله بالغالب واحد، يكون أصلا بالنسبة للعود المحسن يكون من أخشاب عود يعني مسقة أو مطبوخة بالعجينة الرسيم، هذا يسمونه محسن. محسن أو طبيعي صناعي يسمى. طبيعي صناعي يعني هو أصلا من شجرة عود، شجرة عود لكن مطبوخ بعجينة أو مادة الرسيم. يعني نقدر نسميه درجة ثانية يعني يستخدم في البيت، مو يستخدم بالبيوت، يستخدم بالمناسبات وبالأماكن المفتوحة بالأماكن الواسعة. ممتاز اللي هو مناسب، لكن الطبيعي أفضل بحكم أنه ما في مادة مدخل عليه، كله مواد طبيعية. أما المحسن أنه لو كان بالمكان أماكن مفتوحة الواسعة مناسب، الطبيعي أفضل بحكم أنه ما في مواد صناعية.